اتفضل اتفضل. بتقول ان 97% من الستات اللي بتسوق اتسببوا في حادثه واحده على الاقل طول حياتهم. انت بتسوق ايه؟ طبعا بتسوق فيها يعني ولا بتسوق ايه؟ لا لا بسوق بجد. تضربي غرز كمان؟ اه. يبقى انت لازم تكوني سببت حادثه في حياتك، لان 97% من الستات عملوا واحده حادثه. بس انت عارف ان انا ما بحبش الكذب. عملتي. حصل. سبحان الله. بس تعالى هنا بقى ارد عليك. اه. هو الرجاله ما بتعملش حوادث؟ بيعملوا بس مش زي الستات. احكي لي انت ازاي حادثه واحده لك انت؟ لا حصلت لك ازاي؟ مش فاكره والله. فاكرة. دخلت في برج القاهرة ولا ايه؟ اه لا لا كنت طالعة على ملف. ايوه. واخدة سرعة زي كل اللي قدامي. آه. في واحد مشي عكسنا. ناس. فدخلنا كلنا في بعض. اه. وانا كنت حاطط يمين ولا مش انت؟ انا مالي؟ ما في حاجة اسمها احترس من خطأ الغير. ازاي بقى؟ ما هنا رصيف وهنا عربية وقدامي عربية ورايا عربية، اروح فين؟ انا عملت سندوتش. انزل النيل، انزل البحر. انزل البحر. اه. اروح اعوم احسن لي يعني. انزل البحر. بدل ما اسوق اعوم. ده هنا عربية وهنا عربية، انزل البحر. شايف حسن، ما كل ما انا شايفه ان كل الناس بتعمل حوادث، ده شيء طبيعي جدا، اي حد بيسوق عربيه معرض جدا، لان ده شيء قدري. ايوه صح. ممكن انه يعمل حادثه في اي وقت وفي اي مكان. لا بس في خطا ولا انت مش متابع الاخبار؟ انت مش بتشوف ليستة كده الاخبار اللي بتيجي في الجرايد؟ ايوه ايوه. مش بتشوف كم الحوادث؟ كتير كتير كتير. طيب يعني هي الرجاله زي ما قلت لك مش بيتسببوا في حوادث؟ بس ثلاث ارباع الحوادث اللي بتحصل بسبب الرجاله، احنا لو جبنا احصاءات يوميا هنلاقي. لا لا بالعكس عالية. اعترض. قلبها خفيف بتخاف من اي حركه. اه والله. هاجي هنا اقول لك بقى بمناسبه قلبها خفيف. اقول لك على مثل يثبت لك. انا اقول لك على مثل يثبت لك. اتفضل. المثل بيقول لك ايه بقى؟ ولا تمشي ورا اتوبيس سايقه ولا ست سايقه. ايه ده؟ ما اعرفوش المثل ده، انت اللي عامله. انا اللي عامله؟ انت اللي عامله. غير التوتر، تمشي وراها تيجي كده تيجي كده، هتطلع من كده.